دعوة ديال هبين قلب سواح مناسب مرسي دون قد كده كتشوك تان كرسل وادا برنامج كي لغر دحسون برنامج كي لغر دحسون تبادا محاوغا شاكينا تاريخي يوحي لسوامري دولد نمدي سوماليا لغسو بلاب دولده كميل غاركاها يه تطبات كي هراء وان تاقنين حكومة دي حسن شيخ ريس الوساريه لبعاد او بارلمان كو كرسوني دا كران نوخي وعبدولي الشيخ احمد حال كاس بي تطبات كي هراء نو تاقنين كرسوني دي وضاقي ولغلا نقضي أولي هيري نغرها اللاهو حس الشيخ نو تشويس يحولو شكلا وبلابي إيو ياد صوقبتا إيو هبل إيقادا إيو هبل كوحا إيو برنامج كا إنت بدا تاريخ دا هدي وكرنا فو هدي وقرنا يهان كرتا دي أس صومالي تي في دبعا يوتيوب كيسي ولي فيسبوك كيسا السوغة أو كتشرة بلاي ليستي أنا دون كسا مينو اللي يرا هدو نغرت دا صوم بالتاريخ اللي صوم مري إلا 91 كي لاي هالكاس بعد كدا عوان كرتا وحي دولد نمال صوم مري يسيدي سيستم كوها باب برامش كنت بدون واحد هوي أبو هون عاش عبد الله وسير هره يولي بحلبان هره مدبرنا أرمها الصومالي وقت كده جلسة كنا قبل السي إلا يقدنا ولي كشق إذا سيد الصومالي أي مرقوك إلى هيدو أي وناك وفرشين له عاش كسر له برامش كده قرتها صار ولا الواد هو هاي وما حد صنت هاي نادي يا تي في قبل وين السلام يا يوم ضد الصوماليات كسر نقد هبون ويا عاش وحنا كم مغنى قضب كنت ضبعت كني واحد تهاجن أما تضبعت كني إذا قرت الدحسون أصلاً قيب كم ده برنامج كوي عاش سؤال شو هو رئيس كوي دين هيا عا واحد تاع حكومة دي عبد الولي وأنا جي برلمان كنت تضبعت كي ورجيني قب يقعد يجمعها للتاجي وضجي اللي يرن نجر الله رئيس فرد برنامجتي ولا رح يبي كسرد اللي قرر نقضي مثلاً عاش الشيخ قال كي بدي بقاطي انتو سخالك كدبوا قاعدن ووصلني كلا هذا هذا مع الواحد سوستا حكومة داس عبد الله الشيخ أحمد هي تطبعت كيف هرد عقد عن كتورنا ولا الواحد الواحد سوستا وحيا وبضن ورنتي ضد كصومالي أد أي رنتي أد يا أد أي أي مروى البابا أي في العليان حكومة دا واحد الواحد سوستا يا عبد الله دا عبني ما مسق ماسقي ولا دا قال ما حصلوا جنب الكيسة كفريسي وديار ذي كرياوي ويرى أنيقة إيه حكومة دي إذا شقضة آن لين حي أدير مجيلي كرتيد أنا شقائق وأنا روحي قولي هذا حي وحي أدقى أدوني سيد أنا كوشيقة إيه مارت الريبور بعد حيث أبا حمت حي أنيقة ما هيناد مارت شقضة إيه إغفرق لي سيد القضب كأقوم مهم سنة كاسو أخا حسن مركا حريف ما هين ومارك تي سود وحو حضور هذين أي مقدرون هانتي أشانديهي وفلين كرواي المشاريع دي بضميت ودلقة صوقة شينا عبدي ولسي فير وقايبيي قاصة بدلان وحسي قايبيهي لقولة داقة علامي تشري ودي حضة بلقع من قابتيي أيو أوفا الصحي تنوغود برنايد وحيا حيد إيريبوت كي وصاعد صحيحي عبدي ولينا العكت وكحني بي حسن شيخ والعكت أوفا الصحي وانا تري وانا صو صحيحي المشاريع صح يا ريبورت اسوكي ريبورت كجروي جنرال جنرال حالي رابا جنرال اسمه وي وحل لها وحل لها ان 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 محمد افشر افشر وتلي بوليس كوهري تلي بوليس كوهري وي وي هاسو الله يسكو قبصدي ومركي هوري ليريها الله بحيو إساقا إيو كان كالا وبوس هاسو الله وضع مدوى البابا سينيسو عبدو محمد سياد براقو بسي جيت كاردير يدي كدا لبضع يربوض بوحل الدوني إن مدون لغومك عابا محمد سياد براقو هاسا خاسي أخاتي فرولة ديدي واي واي هاي محيبا لبحسوستو عرمها ساكوكا عاشوي كدب مدعوين حسن الشيخ محمود وقرن كدب وقاتي رئيس الوزراء استحاد بيسير رم على عبد الله كسرنا حلو إسكربسكي يا لونكي يا حوله يا أرميه تاجنا مركزي يا أتا يا ميس كسارة أنت جرتم هاي هاي يا هنجوري يا سمرك قدر بيسال الله صباح ولا على رج بضن وآد يآد فر بضن وأنقار بضن كحسوس طبعا كل يدون تي كراس تدون تي إن حسن الشيخ وحرادين ييتا بس سجى إنت رسكيسة وما ركت اللون كرو مركا إن وحول الدنينا يسوع لقالوه للها صنبري لقالها دبده وبصو حرين كرا صنبري إنترناشنال إن ما ركت كحرن
somebody and she will yada wax ka yaqaana iyo sida lacagaha loo sameeyo wuuna soo helay ninkii waxaa la yiraahdaa cumar cabdirashiid ayuu soo xushay aakhirkii ugu dambeeyey raggii u ballan qaaday oo maaragtay dee kabuu ka dhammaadeen oo rag badan oo aad garanaysid ka mid yihiin odani ugu horeeyo daaqaddu ka tuuray oo ballantii iyo wixii uu la galay uu kaga baxay cumar oo maaragtay jooga meesha la yiraahdo Washington DC ayuu soo dhiftay. Cumarna waa nin aad u xariifa oo maaragtay runtii dowlad yaqaan oo dowlad ku soo koray. Wuxuu ahaa cumar baa la soo dhiftay, cumar baa la keenay, habeen madow la keenay iyadoo maaragtay rag kale ay maaragtay miiska saaran yihiin. Marka interestkoodii baa laga arkay. Way, interestkoodii waana conditioniska loo dhiibay baana 1-2 ka ahaa wixii uu cabdi weli maxaa la yiraahdo diiday ayaa laga dhamaystay uu ogolaaday conditionis baa damjadiid hor dhigtay. Conditioniskii wuuna ogolaaday wasiiradii maxaa la yiraahdo damjadiid oo dhan wuuna markaa kusoo celiyey meesha kusoo celiyey conditioniskay ka mid ahayd oo ay Faarax Cabdulqaadir iyo Cabdikariim iyo ka mid ahaayeen. Way, hal su'aal oo barnaamijka qaybna ka ah kana baxsan baan ku weydiinaya. Dani, markaas ballanqaad badan buu isugu hayay madaxweynaha Bidlaanaan hadda Dani, Xasan Sheekh Maxamuud ballanqaadka uga booday. Hadda dowladda federaalka ugu dambeyso labaad markii madaxweynaha la dooranayayna Dani heshiis baa lagu ahaa in ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha iyo xaaladdu iyadiina waa looga booday. Waa markii labaad uga booday soomaahan ballantii uu ka qaado Dani madaxweyne Xasan Sheekh. Soomaalidu waxay tiraan horta Xasan Sheekh, ninka Xasan Sheekh la yiraahdo waxa weeye intaanan su-aashaada ka jawaabin dadku ma yaqaanaan Xasan, ma yaqaanaan Xasan abaal ma galo. Xasan abaal waa loo galaa laakiin Xasan abaal ma galo, waa kow. Midda kale waxa weeye Xasan haddaanu markaa kaa arkaynin maxaa la yiraahdo ama urur diimeed isaga ka tirsanaadan ahayn ama aadan ka soo jeedin meel uu isleeyahay halkaasa ugu daciifsan oo aad wax ka qofaan waxba ogeyn oo maaragtay inisana oo daacada oo maaragtay waxa weeye haduu ogyahay indhahaagu soo jeedaan marka waa ogyahay ninkan Dani inaanu cuni karin waa ogyahay. Dani inaanu cuni karin waa ogyahay. Laba qamarjineys cunaan, laba qamarjineys ma cuni karaan. Marka waxay tiraahdaa Soomaalidu laba daalin isdareensan aad baa la isu dareensan yahay, labada midna qowlkiisa ma fuliyo. Laakiin kan baa roono haddii dagaalka uu kula galo waa kula gelaya, waana kula dhimanaya, waana ninkii dee dowladdii dhammayd FSMBA oo wax walbabay soo taagay oo dhaqaalaha ku bixiyey. Laakiin Xasan baa wuxuu noqday bisad. Xasan bisad garallah eragaas adiga afkaagaba. Xasan sida aad waxuga sheegtay dadka gidisan waxay qabaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka keliya oo qadariya aaminsan kuna dhaga saaxiibtinimo wax la yiraahdo iyo system iyo dad isla dagaal gala. Xasan Sheekh madaxweyneyaasha Soomaaliya soo mara oo dhan waa ninka keliya sida wararku ay sheegaan yaqaana saaxiibtinimada DJ baa ahaatee, damal jidid baa ahaatee haday rabtee oo abaalka gudaha oo abaalna yaqaana saasaa lagu sheegay. Adigu waxa ka arkay walaal Xasan abaal ma aha, wixiisu abaal ma aha. Ururka dam jadiid waa urur u dhisan sidii maaragtay waa akhwaaman muslimiinkii oo kale waaye laakiin ka duwan oo moor shabaaba maxaa laya mulateenta marka waxa weeye way isdhaarsadeen waxna way soo wada dhacsadaan. May maqlaysaa waa koox haina ah oo hal animal ku wada duushay weeye. Waxaan way wada qabsadaan, markay wada qabsadaanna way wada cunaane. Ma aha Xasan leadershipka male, leadershipka nimanka kale baa leh oo keenay. Mastermindedkuna waa ragga aad garanaysid baa mastermindedka Xasan ma aha. Xasan hadduu leadership leeyahay hadday ka muuqan lahayd raggana wada oo hoos fadhiyaba raggana wada kamana bixi karo kamana tegi karo. There is agreement nimankan u dhexeeya oo maaragtay dadku aanay ogeyn mana kala bixi karaan, mana kala tegi karaan. Haddii mid uu ka baxo midka kale waa in kaa la dilaa. Marka ashay su-aashaas su-aal xoogaa barnaamijka qusaysa kana gidsan baahay. Cumar Cabdirashiid baa mar labaad la doortay, waa ninkii ugu horreeyay uguna dambeeyay mar labaad ra-iisul wasaare loo doortay dowladda Soomaaliya ee laga soo bilaabay 60-kii ilaa iyo hadda. Cumar Cabdirashiid maxay ku doorteen hoose dibli marka loo galo arrimaha maaragtay hoose iyo xoogaa hoose
وضعها إنك استطعت كشرق بس محاك لو قدرت وحيا رب بلن بلغو دورتي عمر وحو آمن سيحة سلوني سياسة إن المرنا لغهر إيمانين بوسكاغا لغهر إيمانين وانين هيا دا قرامدا مدوبي وحبدا وشقينا أي فهنسن السيستم يدو سيدا وشقينا مركو أركي محالا يرادو حسن وحا أور هادين يرى موسيق جميشي أور ربيب وقراع محالا يرى هذا وانا 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 لقيب صدا وحيا حيث قلية قارشي هاي marka wax weeyaan horta taa kaasan uga baxayaayo musuqmaasaq number 1 umar ba in xasan ma isaga tababaray umar ba tababaray in maxaa la yiraahdo marka wax weeyaan ila waxa dadan runta ka sheegin beembad sheegaysa moqt dadan runta ka sheegin beembad sheegaysa marka wax weeyaan waa de musuqmaasaq wa isla jireeno waxaan badde garanayaa in lacagti la dhacay oo laga dhacay CRD laga dhacay وأنا أقول لك أن أنا أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا مسكين لك أن أنا أقول لك دوشا كسارين حسن أقول لك مركي وسير لك أن أنا أقول لك أن أنا هبين لك أن أنا أقول نو كالي أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول dadkii uu gaadan baa loo baahayaa miskiin kaas waa kii aad ka hadlaysay ninkaasi wasiir ku xigeen buu ahaa wasaaradda cadaaladda buu wasiir ku xigeen ka ahaa wasiirka maxaa la yiraahdo markaa joogayna wuxuu ahaa een xujaalan in la yiraahdo wasiirka cadaaladda ahaa isaguna ku xigeenkiisu ahaa Soomaalidu way wada garanaysaa nin reer xamar oo reer baraawa een oo abihiisna wasiir ahaan jiray barigii hore كبعدنا أنت لقبتي لقراعي تويد لقو حري بدل لقو ردي لطومي لقراعي فمال أنت دم بكلها وسيرة دا نقف لنا نكي ويني أيان لوي محلي رنك سامقا إن كبعدنا نكي وال الرادي وحل سوء قادي إن ما ركتي نكي ماش أصل لقو هيستو بري إن كويا لكاران لقو هيستو لقو قراع مال إنك استا إن كبعدي مركانو بارني وتد آن ظاهر طيح يجروب قرني een abdi wali sheekh abdi wali maxaa la yiraahdo een abdi wali korob looy group ka sa loo diray een kuwaas oo aanu naqaanay beriga faradudu baan u diray kuwa faradudu bana magaalada baadina waxa la yiri waxaanu rabnaa ransom een oo maxay tahay $22,000 baan uga maqan ninkan een marka Cali Khalif go'aan buu gaaray maxaynu yeelnaa ده وحوي نكوا وسير وعاب أدول أكثر من وحوي إن حال يراهضو سايكاس طبعا نقطين عن بحنا وكو خصبنا لبي الله بعثني يشم بقلب أنسي إن مركا مرخانتي عب بلا هذا هاي إن مركا وحوي إن أرنتو حسن هذا ما بلعبي ما في إن ماذا هذا ما بلعبي سو ما لدنا ما أبع كيف عن كل دوار وعوي وبقي وفلي بكل وعي سرهم بيوقرعن أنا من دهيك القطاع دي في مركز الصوص صاري دي عرب صارنا دكتور بانو تناي هي never come back to Somalia عرب هو كسر داي ما ده هو كسر داي and internal injury بضم ب بكويا لي أو ما رت ملا بضم لقى وحلا جس مي مركا and حويا نما تهي تهي يا تهي لما يراد وعي أنا عمر عبد الرشيد ده وريت هاجن هاي قصير وعشي بهرة بكل حترتي عاشي مركز لغا سوق تغو عمر عبد الرشيد والا مغا عبي محاي احيد اي دقرت الدعصون اي فريق قرينت اي اسجيت جيت اي عرماها سي مغا عبد عمر عبد الرشيد كو حرير ريسنيد وحي لغا تاقني ولا الوحي احيد انترناشنال كوميونيتي كو يراهدو صومالي دونر اسكو صومالي وحسيا شقالو خوضا ايا لعكت صومالي داعي مركا اينا انتي مارتي رئيس الوزارية شكالي جوغن خاصة العبد ولي walla kan farholay ee dawlad baad dadku way kaayeen oo maxaa la yiraahdo eenaan baarlamaanka maxaa la yiraahdo ee lacagtooda waa la siin jiray ee shaqaalaha waa la siin jiray ee hay'adaha waa la control jiray ee institutionista dawladda waa la control jiray ee wax walba waxay ku socdeen hanaan dawladnimay ku socdeen ee de barka Umar markuu yimi wixii oo dhan buu fasaxay adiga intaada qaadan leh anaga anina intaydaysa anaga ina intayada halka noo soo dhigweeyno qaybiya divided by 2 ma ka dhacday ee wa meesha uu ninka la yiraahdo ee naan
جوارنا كل عاجستو دارها وين كان نستي مركا محوي رير بو ياكل والله قيب صدا تري تري بلي فور يبا لو قيب صدا ويا عاشو عمر عبد الرشيد مدعون حسن الشيخ محمود دبركو كسو تابتي طبعا قولي وسيرد وصو مقع عابي مركي كوات وقولها وسيرد وصو مقع عابا قوح يهرد بضم بارلمان كان لحبلو دي قوح حاس يهرد كاسي بارلمان كان لحبلو دي عاشو waay sababtay in xukuumadu soo magacaab gadaal wala soo noqdo maxay ahayd sababta arintaas inay sababtu waxay ahayd baarlamaankii la khayaameeyay iyo kuwi wasiirada loo diiday kuwi raisul wasaaraha loo diido la khayaameeyay iyo waxa isku biiray iyo kuwi daacadda ahaa waa isku biiray ee nimanka maxaa la yiraahdo oo meesha ka soo buuxiyeen dam jadiid bay ahaayeen een hal nin oo dadka kale looga soo daray ma jirin een ragaan ku sheegayeen hore u magacaabay qaar kood baa ku jiray een marka wax weeyaan xukuumadii waa la marsiin waayay waa la isku wada biiray waxa la yiri xasan oo waxana lagu tala galay in xasan marka raisul wasaar marka xukuumadaas uu soo magacaabo umar een xukuumada magac baa loo bixiyay waxa loo oran jiray leef oo halqin gloh oo rag badan oo balan loo qaaday oo ku hungoobay iyo rag xilki iska waayay iyo listiga iska waayay iyo xubno badan oo damar jiidan soo celiyay arintaas sababtay in markii koowaad la diido may xasan ba soo qortay wada dam jadiid bay ahaayeen aan biyo isku daahirin nimankii xukuumadda cabdiweli riday oo maxaa laya bresherka waday oo wasaaradahoodii kasoo bixi waayay oo shaqadoodii ku filaan waayay oo umiga ahaay oo dhan baa meesha fadhiyey kabacdina maxaa la yiraahdo ninkanaan isdhaafina la yiri kabacdi yara waxay yiraahdeen soosaas maaha ha annagana adaa idinkaa idin dhaafinaynaa kama dambaynaysan cabdiweli mid keliya kama soo celin kartid baa lagu yiri waayahay mar labaadmarkii arrintii markay hirikirig noqoto mar la riday waxay yiraahdeen marrabaadkiina ay arkeen inaanay maraynin marsaxaad saddexaadkan ay xasan shaqadu ku socoto ayay waxay sameeyeen wax iyagii baa tanaasulay oo xasan u tago waxay yidhahdeen xasanow bahashani waa leefo halliqin weeye baa naloo bixiyey alredi samacadda yadii way dhimatay haddaan intaa ka badan sii fadhinana waa sii dhimanaysaa ninka master mindedka ahaayo ka dambeeyo de aqoontana le waa maxaa laya faarax cabdulqaadir iyo sambalowshe iyo cabdikariim baa israacay oo u tegaya kuwo kaloo badan xasanow ka tanaasul annagaa ka tanaasulay iyagaa ka tanaasulay taasi waxay ku tuusaysaa marka inaanu xasan nimankan waxna ka qaadi karin waxna u diidi karin go-aanka meel kale laga gooyo waaye mar labaadkii bay isa soo abaabuleen xukuumad baa lasoo magacaabay raggii baarlamaanku rag gaaro haddaad afka ku dhufatay salagta garaayeen oo yiraahdeen raggaasi ma bataatin ma ku cadhaarki karnaba waan laga saaraa rag badan baa laga saaray mar labaadkii bay soo abaabuleen baarlamaanka waa la mariyay xukuumaddii la mariyey oo ogolaadeen baarlamaanka kuwaarati ahaan iyo hawlkarnimo ahaan iyo dadnimo ahaan iyo aqoon ahaan sidee bay ahayd xukuumaddaasi waxay ahayd xukuumadda iska jirta kowde waxba hadda ka sheegi mayno laakiin baarlamaanka wixii ku dhacay baan kuu sheegayaa after dagaalkaas baarlamaanka waxa weeyaan markii way iska mariyeen waxay yidhahdeen inaga sii daaya waa sii daayeen laakiin waxaan kuu sheegayaa laba wax baa ku dhacay baarlamaanka number one waxaa la yiri baarlamaankan cumar cabdirashiidow go-aan baynu ku gaaraynaa rag adag baa meesha fadhiya oo gaamuray oo ka halay baarlamaankii sideedaad oo khatarta ahaay oo badda diiday in la mariyo raggaas waa inaan mid ka soo noqon waa inaan ka saarnaa baarlamaanka taas waa mid oo taasaa ku dhacday baarlamaanka tan labaadoo baarlamaanka ku dhacday waxa weeye muxuu ahaa mushaharkii baa laga jaray iyagoo sanad iyo sideed bilood aan lacag qaadan baa xasan maxaa la yidhahdo lacagtoodii doorasho ku galay isaga iyo cumar cabdirashiid laakiin waxaa la yihi labada xaaraanta ku heshiisa xaqay ku diriraan
labadii marka wuxuu da qaybsanayay le doorashay kaleeno iyagii ba iska soo horjeensaday wagaardona barnaamijka qayb badan baan nooga dhiman dabcan doorashadaas wagaardona aasho dabcan marka halkaas ay taagan tahay dabcan umar abdirashid hukoomadiisi way jaan qaadeen shaqadii bay bilaabeen umar abdirashid si fiican buu isagii madaxweynihii isu fahmeen isula jaan qaadeen hawlo badan baa la qabtay sida ay dadku yiraahdaan maxaa ka mid ah hal iyo labo sanadihii ugu horreeya waxay qabteen walaal kolley dee hawlihii socday bay continuation wax laga qabtay cumar waa nin tigna karaada runtii wax qaban kara haddii uu haysto dad maaragtay la shaqayn kara ilaa qof waliba meelna waa ka nusqaansan yahay meelna waxbuu maaragtay kaga wanaagsan yahay continuation waa lagu sameeyey wixii road mapkina waa la raacay waana waxay ahayd sanad iyo barkii ugu dambeeyey oo waa doorashadii unbuu diyaarinayay wax kaloo meesha laga qabtay ma jirin wixii mashaariic sii socotayna waa la sii waday mar baa la isku qabsaday maxaa la yiraahdo puntland iyo fooday isu galeen iyo maxaa la yiraahdo puntland iyo fooday isu galeen iyo xasan marka cumar isagaa tegay gaalkacayo oo heshiiska gaaray oo heshiiskii soo saxeexay oo qoladaana soo qanciyey qoladan kalena soo qanciyey bicaus wuxuu u diiday mashaariicdii kabacdina wuxuu ku yiri dee waxaweeye tan waa inaga hor imaanaysa haddii waxyaabo badan iyaho aad maaragtay aad maaragtay dee hore u samaysay tan laynagama yeelaye waxaynana aan marsano iyagana waxoodaan u ogolaano marka waxaa lagu gaaray compromise kabacdina tartan waxaa loo galay sidii loo noqon lahaa maaragtay loo soo kala jiidjiidan lahaa dadka loo soo kala jiidan lahaa taasaa keentay markaa inuu dinina isa sharaxo ninka la yiraahdo cumarna isa sharaxo oo xasan laga soo wada horjeensado xasanna uu baarlamankii usoo qortay habeenkii intuu keensado meeshii gaari doonaa barnaamijyo qaybaan nooga dhiman doorashadii iyo wixii soo sharxay arrimahaasi sida wax u dhaceen iyo waa falanqayn doonaa hadda waxaan joognaa qeybta koowaad ee xukuumaddii cumar cabdirashiid cali sharmaarke dabcan waxaan ku joojinaynaa isagoo golihii wasiirada soo magacaabay golihii wasiiradana ay howl galeen toddobaadkan intaasaan ku joojinaynaa kadib baan geli doonaa qodobada kale ee toddobaadyada soo socda insha allahu tacala barnaamijka soo gebagabeen aniga iyo caasho wada jira waxaad leenahay follow like iyo subscribe maxaad noo daawanaysaan haddiidna barnaamijka sheergareyna haddiidna informationka iyo waxyaabaha qaaliga iyo xoogaha rasmiga barnaamijka aynu kula wadaagno idinkuna gacanta yarta inta ku taabataan inu dhagsiinayn oo sii gudbinayn haddee garelaba naqa kama wada qasulas aniga caasho wada jira barnaamijka mid lamid intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabaad geli gulisa caasho hala fogeeyo waxa weeye barnaamijku wuxuu micno ku yeeshaa markii dadka ay wada daawadaan loo diro dadku maaragtay inayna soo naqdiyaan iyo inay ka falceliyaan iyo inay maxaa la yiraa kuwa lala hadlaya ay maqlaan baa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay in maaragtay loo gudbiyo dadka informationka loo gudbiyo mahadsantiin adaabadan caasha sidaas iyo nabaad geli